أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول يكثر بعض الناس من القول لا تنسانا يا أخي في دعاء، حتى قلت لأحدهم قال فرد علي أنا مفتقر إلى دعاء، فما حكم هذا وما توجيهكم؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد عمر رضي الله عنه سفر للعمرة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخير لصالح دعاء. قال عمر فما أحب أن لي الدنيا وما فيها لهذه الكلمة. فهذا جائز، لا بأس أنك تطلب من أخيك أنه يدعو لك، خصوصا إذا سافر في عمرة أو في حج، يقول له ادعو الله لي في حجك وفي عمرتك، هذا لا بأس به.